السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج اسمه مارك اب اكس. احنا عارفين مارك اب اللي هو ان انت هتحط كلاود او تحط تكست او تحط انوتيشن على الحاجة. هنا بيسهل لك الامور، تمام، بحيث لو انت عندك ملف جاي من ريفت تقدر ان انت تحط المارك اب زي ما انت عايز، وانت في الريفت تقول له هات لي المارك اب اللي في البي دي اف دوت، وتبدأ ان انت تشوفها وتشتغل عليها. وفي امكانية حلوة قوي قوي انا مكنتش مصدقها الصراحة، ان انت ممكن ان انت في الملف في المارك اب اكس دوت تروح في فاميلي معينه هتحطها، بحيث لما تفتح الريفت تبقى عارف موجوده فين. الفكره ان انت ما تبقاش فاتح ملف بي دي اف وفي نفس الوقت ملف الريفت الاثنين، وتبدا ان انت تبص دي موجوده فين دي موجوده فين، تسهل على نفسك يكون الاثنين موجودين في نفس المكان بدل ما انت فاتح اثنين كده، لا هي نفس الواحده، وهتقول له بس انا عايز اشوف المارك اب، تبدا تشوفها وتشوف الناس حطت الفاميلي الجديده فين. تقدر تشوف بقى كل مارك اب فين وتبدا ان انت تتعامل معاها بسهوله جوه برنامج الريفت. تختار ملف الريفت وتقول له اوبن، يبدا يفتح معاك وتبدا تشوف العلامات المارك اب اللي موجوده، تمام. اول ما تدوس عليها يروح فاتح لك الصفحه او الشيت وتبدا ان انت تتعامل معاه. هيوريك الكومنتات بحيث ان تقدر تتعامل معاه، وهنا تقدر تعمل ريفت فاميلي بليسمنت. ممكن تختار فاميلي معينه وتبدا ان انت تحطها عندك في البرنامج. ده المفروض ان انت ما عندكش ملف الريفت يعني، او عندك ملف الريفت بس لو عدلت عليه هو مش انت اللي شغال عليه او مش انت اللي بتعمله، فممكن يبقى فيه دبل كيت. فهنا انت بتحط له زي مارك اب كده، وهناك يبدا ان هو يشوف انت حطيت ايه وعدلت ايه ويتعامل معاها ان شاء الله.